وصل صوتك. وردة الجزائرية صحة شربتكم، أهلا وسهلا مرحبا بكم. وزي كفام توي 11-17 دقيقة، فرحاني برشا باش نستقبلوا بكل حب الزميل الإعلامي معز بن غربية من قناة 9. أهلا وسهلا معز. مرحبا بك هادي، ومرحبا بكل مستمعي صحة شريبتك. موزايك صحة شريبتك، خاصة المستمعين الجد نتاعكم. نهنيكم المستمعين الجد نتاعكم في صفاقس في الجنوب التونسي وفي الجزائر في مدينة عنابة. في ليبيا، في ليبيا ايضا نحب نهني اذاعه موزايك. يعيشك معز. اليوم كيفاش نقدمك؟ معناتها زميل. في قناه التاسعه عندك منصب اداري؟ معناتها في قناه التاسعه نولي المدير العام للقناه. المدير العام للقناه. معز، اليوم سالتك عم ناول تقريبا من عام العام تقابلنا، وسالتك قلت لك تتحمل مسؤوليه البرمجه نتاع عم ناول، قلت لي اتحملها كامله السنه. هل تتحمل البرمجه نتاع السنه؟ هي خياراتك؟ هي ما نجمش نكون عم ناول نتحملها والسنه ما نتحملش البرمجة. شاركت فيها بشكل يلزمني نتحمل البرمجه بحكم موقعي وصيفتي في القناه، تحتم عليا باني نتحمل مسؤوليه ما يبث في القناه. شاركت فيها بطبيعه، شاركت في جزء صغير ياسر فيها في كاميرا خفيه في الوجده فقط. الباقي نحب نشكر ماجي، نحب نشكر جميل النجار على بوليس والرئيس اللي هما زوز انتاجات. وكما قلت لك عم ناول نعود لك السنه قناه 9 قناه مفتوحه على شركات الانتاج، ما تنتجش وحدها كل شيء. هذا خيار، مش معناها اللي ينتج وحده كل شيء هو صحيح ولا غلط. احنا اخترنا بانه نخليه شركات الانتاج تخدم معنا، نفسحوا لهم المجال. ننطلق من جمله تقالت لي من 3 أيام 4 أيام، كان بحذايا حسن الزرقوني، قال لي قناه التاسعة قبل شهر رمضان كانت تعمل في نسب مشاهده صغيره على الاخر، بعد شهر رمضان نلقاها الثالثه. قال لي هذه ظاهره غريبه لابد ان تدرس. معناتها كيفاش تقراها كلامه؟ والله فما مبالغه. مبالغه؟ نعتقد بانه فما مبالغه كبيره ياسر من حبوش حسن، لكن نعتقد ماهوش تواضع مزيف بانه فما مبالغه في الكلام هذا. صحيح كنا نعمل في 2% قبل حسب ارقام بالطبيعه سيجما كونسيل، لانه فما ارقام اخرى مدياسكان تعطي اكثر من 2% القناه التاسعه. في نهار رمضان لقينا روحنا كويس 20%، وبعد 5 أيام لقينا روحنا 30%. غريب. الغريب حتى شيء، هذاك هو المتفرج التونسي. حنا بعد قداش ترتيبها الان؟ الان الرابعه تقريبا او الخامسه. الخامسه الرابعه الا الخامسه. نسبه المشاهده نتاعها صغيره ولا مش صغيره؟ صغيره. قداش كانت قبل ما تبدا رمضان؟ كانت كانت احيانا وصلت الاولى. لا مش احيانا، كانت وصلت الاولى لمده شهرين. قناه حنبال تصدرت نسب المشاهده. رمضان قوانين اخرى غير القوانين. الرمضان والغير رمضان. يعني الرمضان وغير رمضان، المتفرج التونسي ما فماش قناه اليوم تنجم تقول انا القناه الاولى في تونس وتقعد الاولانيه لمده عام ولا المقعد مده حتى 6 شهور. ما فماش. فماش قناه تقعد على طول الثانيه ولا قناه تقعد على طول الثالثه. تتغير المشاهد عنده هو اللي يختار فاش يحب. وهذا غريب في فرنسا مثلا. هذا الغريب في فرنسا مثلا، تي اف ان ديما الاولى. تي اف ان ديما الاولى معروف، انا الفنتور نتاعها ديما الاولى، كل شيء ديما الاولى. رمضان 2015 الثالثه، رمضان 2016 التاسعه الثالثه، قدركم المرتبه الثالثه؟ احنا مازلنا ما عملناش عام. فنعطيك ساعه بالضبط، احنا مازلنا ما عملناش عام، بعد 3 أيام بالضبط نعملوا عام. هل يستحق نحكم عليكم ما عملتوش عام، علما وان القناه وقت اللي عملت جابت اشخاص اللي عندهم خبره وتجربه في سنوات، وانت ولد التلفزه؟ فما امور التكنيك اكثر منها عمليه الانتاج. فما لانستالاسيون. لا يبدو ان لقناه التاسعه عندها مشكله تقنيه. لا لانستالاسيون دو لاشين. كي قلت تكنيك مش معناها تقنيه. مش معناها مشاكل تقنيه. لانستالاسيون دون فريكونس في التلفزه التوانسه تاخذ وقت، ماهيش عمليه سهله. العمليه هذه السنه كلفتنا غاليه ياسر، نحكي غاليه ماديا، غاليه ياسر، لانه اخترنا بانه نعملوا لانستالاسيون نتاع الفريكونس نتاعنا بالمقابلات المباشره نتاع كره القدم. كي نعديو القصرين نقولوا فما 10% في القصرين لازم يعديو، لازم يحطوا الفريكونس، بعد نعديو جيبس، بعد نعديو بن قردان، بعد نعديو بن زرت، بعد نعديو صفاقس. بالطريقة هذه السنة الثالثين لكن بنسبة مشاهدة أكبر من عم ناول، برغم أنه البرمجة ما تختلفش بشكل كبير ياسر. كاميرا كاشي وسيري وعم ناول ودو سيري وعم ناول كاميرا كاشي وسيري ومسلسل. هذا دور الفريكونس والانستالاسيون دا فريكونس اللي حسب دائما حسن الزرقوني. لان احنا عند حسن زرقوني نطلب منه في بعض الاحيان، بانه يقول لنا نطلب نشريه من عنده ديزيتيون، يقولوا له اعطينا قداش من انستالي الفريكونس، اسكو الناس عندها التاسعة في ديارها ولا لا. الى وقت مش بعيد ياسر ما كانتش ياسر انستالي قناه التاسعه. توا في رمضان تحسنت ياسر، خاصه بالكره كما قلت لك، وتحسنت الفريكونس. كي تلقى روحك الثالث قبل القناه الوطنيه وقبل قناه حنا بعال وتلزم مازالت ما عملتش عام، نحب نقول لولاد التاسعه
مش نقول لهم يعطيكم الصحة، نحب نهنيهم من جو 30، لأنه اليوم 30 ماهوش مناصب غربية جات الثالث، القناة كاملة جات الثالثة بالإنتاج نتاع 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 إنتاجنا الخاص وإلا بالإنتاج نتاع شركات الإنتاج اللي تعاملنا معها. باهي، باش نفصلوا كلامك بشوي بشوي باش على الأقل العباد اللي تفهم. من بين نبدأ أهم الفقرات نتاع القناة اللي شدوا الإنتباه وشدوا ليهم الناس، نبدأ بألو جدة. نبداو بالتهم. برنامج أثار ضجة كبيرة. أثار آخر ما آخر المقالات اللي تكتبت على ألو جدة، قيل أنه ما يثار حول أنه بن علي متغشش سيرفع قضية إلى غير ذلك، هي زوبعة في فنجان أريد بها، وتعرف الكلمة دي، أريد بها أنه نحاول من خلالها أنه نعمل ضجة إعلامية حول الكاميرا الخفية باش العباد تنتبه لها أكثر، باش العباد تتفاعل معها أكثر، وأنه لا توجد قضايا، هذا قريته اليوم الصباح، منشورة أمام المحاكم إلى غير ذلك. نفسر لك من غير ما تفسر لك القضية اللي هي قضية استعجالية، وهذه تعلمتها توا، معناها تعلمتها جديد. القضية اللي ترفعت قضية استعجالية رفعها الأستاذ منير بن صالحة بطلب من رئيس الأسبق سي العام الدين بن علي، وجاتنا جاتنا زوز عدول منافذين، عاد منفذ باسم الأستاذ الغربي، وعاود جاتنا المرة الثانية مع الأستاذ منير بن صالحة. في القضايا الاستعجالية جاتنا بأنه في المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء على الساعة 10 صباحا، يظهر لي إذا كان اللي هو البارح، اللي هو البارح في نفس اليوم وقع الاتصال بمنير بن صالح، وتقابلت مع منير بن صالح وكان معانا في الليل، وحكينا معكم في الليل، نعرفش ما سمعش، وحكينا معانا قال لنا أنه في بصدد الصلح، بصدد الصلح. بعد ما يعلن هو كيفاش تصير القضية الاستعجالية، يمشي المحامي يعين جلسة، ياخذ موعد، يبلغ، ومن بعد ينشر القضية. في الحالة هذه بما أنه لقينا صلح مع المحامي متاع الرئيس الأسبق، فإنه السيد منير بن صالحة لم ينشر القضية، لأن السيد منير بن صالحة عملش هذا برك، بعث للايكا زادة طلب إيقاف البرنامج، لأنه مش من اختصاص المحكمة. حتى كان مشيت للمحكمة كنا باش نربحوها، كنا باش نربحوها، وهذا ما قلناه احنا للأستاذ منير بن صالحة. حتى لو كان مشيت للمحكمة ليس من اختصاص القضاء الاستعجالي بالمرة بأنه يقص برنامج. الوحيد المؤهل، الهيكل الوحيد والمؤسسة الوحيدة المؤهلة بأن تقطع برنامج ولا تعاقب قناة هي لايكا، ما فهمش بخلاف لايكا. علاش فمنشرش القضية متاعك؟ علاش؟ ولو أنتم متأكدين أنه معناتها مش ممكن تخسروا القضية هذه، علاش قبلتوا كما صرح لي مدير بن صالحة مسألة التفاوض، وأنه تصير فما نوع من الرقابة؟ فما حتى رقابة منير بن صالحة، لم منير بن صالحة ولا غير منير بن صالحة، واسألوا مثلا الناس اللي تعديوا، مثلا سامي عبو مثلا اللي ضد، مثلا اللي كانت ضد تواجد الرئيس الأسبق بن علي، اسألوا منصف بن سعيد، اسألوا هذو، ما قاسين لهمش من كلامهم ولا نحين لهمش من كلامهم. ما صارت فما حتى رقابة، حتى حد لنجم يعمل رقابة. أنا ما نجمش نعمل رقابة على البرامج اللي تعديت وسط العام باش السيد منير بن صالحة يجي يعمل رقابة. سيد منير بن صالحة قال بأنه موكلي فما حاجات ما يحبش تتعدى، تمس من كرامة الإنسان، تمس من كرامة الإنسان، هنا طبقنا لأنه بطبيعتها المرسوم 116 مثلا. نعطيك اكزامبل، نعطيك اكزامبل يا خويا، ما عادش تقولوا ما عادش ميقالوا يقول نحب نروح نقرا فاتحة على بابا وامي، لأنه يتحس يتمس من كرامة الإنسان. فقلنا له عندك عق، كل ما قال ميقالوا نحب نروح نقرا فاتحة على قبر بابا وامي نحيناه. وقبل علاش تعديت معز؟ تعديت لأنه ما كناش نتخيلوا بأن تجم تجيب قضية. كي جات القضية هذا شنو طلب منا؟ راه طلب منا مثلا أنه ما نعديوش الناس اللي كانت الوعد، عدينا وسامي عبو تعديت، وحسين الجزيري اليوم ريتو الرياكسيون تاعو، وريتو الرياكسيون تاع مدام عبو وغيرها. كل ما يمس من كرامة نحيناه، خاصة أنه بوه وأمه متوفين، فرا من أنه من اللائق أنه نحيناه. هذا اللي صار بالضبط. فكرة البرنامج معز أثارت ضجة حتى وقت اللي تعديت، على أساس قريت برشا على فيسبوك تبييض النظام، ناس تبكي، معناتها الشهداء، وناس تعدي في صوت بن علي إلى غير ذلك. فما البعض قال أنه عملتوها بسوء نية، نوع من المخطط. أنا نعترف مخطط، وفما ناس قالوا هو نوع من التهور. لا خليني نعترف، نوع من التهور. خليني نعترف بأنه صار فما هناك غرفة عمليات مغلقة تمت فيها العديد من الخبراء الاستراتيجيين ومديري مؤسسات الدراسات الاستراتيجية، واستنجدنا بالأجانب في هذا الموضوع، وقلنا كيفاش نعملوا برنامج اللي كي نعديوه بن علي يرجع. فجت فكرة ألو جدة،
هاني استعرفت لك. ليش حولتها الى صوره كاريكاتوريه؟ لانها صوره كاريكاتوريه اصلا، لانها صوره كاريكاتوريه. اولا تبييض بن علي، فيش تبييض بن علي، هذا برنامج هزلي، هذا برنامج هزلي. صحيح في حساسيه لسونسيبيليتي انه الشخص هو بن علي، وكانت من بين الافكار اللي مطروحه على الطاوله وقت اللي بدينا نحضروا في البرنامج بدنا نعملوا مره بن علي، مره البيجي، مره الحاجات الاصوات اللي يعرف الشخصيات اللي يعرف يقلدهم ميغالو. لكن في الاخر قلنا لا، نقعدوا ديما في صوت بن علي لانه نحب نشوفوا نفس الاشخاص متعدين كيفاش يكون الرياكسيون تاعهم بالمقارنه بين علي. بن علي يدخل يوميا، بن علي ما دخلش ميغالو، دخل الدوار التوانسه. بن علي عندكم موجود في موزايك في سيسخوك، عنده عوام يتعدى بصوراتي شوف بن علي يتعدى عندكم في موزايك يوميا كان لازم. انتم عندكم الصوره، انتم عندكم الصوت، وعندكم نسب المشاهده العاليه والاذاعه الاولى في تونس. حتى انتم عندكم نسب المشاهده عاليه. معناها شوف انا نقبل النقد اذا كان الناس رات انه هذا تبييض لنظام بن علي، فهو حر في ذلك، هو حر في ذلك. لكن الفكره الاوليه والاساسيه هي لبرنامج هزلي، لو راه اجنده سياسيه، ولو راه انا نقول لك فما تهميم باش احنا ايضا بتبييض صوره الثورجيين. انا اعطيك انا مثلا علاش لانه عماد دغيج ولا زعيم الان في قولوا لي في حلقه الوقت، لانه مدام سامي عبو ثورجيه ظهرت بألف رجل كما يكتبوا عليها في الانترنت، لانه حسين الجزيري من الناظه خرج متهمين ايضا من الناس اللي نعرفهم يكلموا فيه يقول لي معز ما يسمى بالعلمانيين واللائكيين يظهروا خوافه من بن علي، وما يسمى بالثوار وليوا ثورجيين ويسمعون صوتهم باعلى من الاصوات. قالت انه ماهيش كاميرا خفيه، هو برنامج سياسي باعتبار، هو برنامج هزلي باعتبار، وذهب في أذهان الناس على أساس أنه برنامج سياسي. وذهب في برنامج شنو المشكل؟ ما فهمتش أنا. لا قل لك هو برنامج سياسي، هو برنامج هزلي. ميغالو يعمل فيه، ميغالو اللي عندكم كل يوم في سيسخوك نفس الحكاية، نفس العملية، نفس اللي يعمل فيه في سيسخوك يعمل فيه يعمله في الليل. ومن هنا جات الحكاية هي، قلنا كيفاش نستغلوا ميغالو وتقليد ميغالو للايقاع بضيوف. هذه تم فهم بعض الضيوف اللي لمح على مثلا منير بن سرحه قال انه عماد دغيج سربت له معلومات. هذوما الناس اللي ما عجبهمش انه عماد دغيج خرج بطل. انت خدمت معايا كاميرا خفيه طبعا، هل في الزلزال سربت للناس؟ عملنا نتصور عملنا كل شيء باش لا يسرب. بالضبط نفس الشيء، معناتها احنا بذلنا مجهود ما تسرب ولا علما وانه مثلا في الطياره انا عندي مثلا هشام رستم قال انه فيق ومثل، نور شيب البارح قال انه فيق ومثل. مرحبا قال، احنا ما قللناش انه اعترف من بعد بانه فيق ومثل، هو حر. لكن انا لو كان قال لي اني فقت ومثل راه ما تعداش، وانت تعرف هذا مليح وتعرف كيفاش معناه انه كيفاش تم كيفاش نصوروا الكاميرا كاشي في 3 ايام يتم تصوير، ونفس الشيء في 3 ايام صورناها قالوا جدا معدل 10 حلقات في النهار باش ما يتسربش الخبر. جوستومون اليوم حلقه قالوا جدا نقرا في تونيسكوب حلقه فاشله لانه الضيوف تصرفوا بشكل بنوع من السلبيه، واحد خرج والاخر سكت. ما ماش تكون كل الحلقات بنفس الطريقه، هذيك هي الفكره، هذيك هي في الفكره. كما في الزلزال تذكر بانه فما شكون تصرف بدم بارد، كما فما شكون حبي منع، كما فما شكون خليك ودز عليك الباب كنت تذكر مليح ومشى. نفس الفكره في 30 يوم نجم نشدوها تنجم. لا صعيب تشد 30 يوم بنفس الطريقه. لا اذا نعطيك التمساح والزلزال والطياره وتوا قالوا جدا ما تنجمش، صعيب لانه عنصر المفاجاه يختفي معناها انطلاقا من يوم الخامس السادس، لكن لا يعني بانه الناس ما عادش تفرج فيها. ذكاء التاسعه انها عملت على الاذان بعد الاذان مباشره قالوا جده، وهي القاطره اللي باش تهزك من بعد القاطره باش تهز الباقي. اليوم اذا يضعف لي قالوا جده قد ياثر على مشاهده بوليس، قد ياثر لي من بعد على مشاهده الرئيس. يضعف ما في نسبه المشاهده مستقر. طلع وبعد رجع هبط وتوا مستقر، وشو قعد مستقر لانه لما كان الناس هذوكم اللي قاعدين يتفرجوا فيه. معز بعد شويه حلقات به معنا من ذلك بعد شويه باش نحكيوا على بوليس، باش نحكيوا على على المسلسل، علاش ما عندناش مسلسل درامي في القناه، علما وانه المسلسل نتاع مناول معناتها اللي تشك نجح وخذا صدى ايجابي عند الناس. باش نحكيوا كذلك على نسب المشاهده، هل اليوم نحكيوا على هناك شراء لنسب المشاهده، هل هناك مؤامره، هل هناك منافسه، مع من تتنافسون؟ باش نحكيوا على القناه قبل رمضان وبعد رمضان. خليكم معنا نرجعوا لكم بعد لحظات ضيفنا معز بن غربي. مرحبا بكم. تسمعوا فينا توا العشره لينهدك يا معز.
10 تو 11:07 ضيفنا معز بن غربيه مدير قناه التاسعه. نحكيو على برمج قناه التاسعه في شهر رمضان. معز نبدا بنسب المشاهده. نسب المشاهده اليوم كيفاش تقراها؟ اليوم تقريبا فما شبه اجماع لانه باش ناخذ ميديا سكان وناخذ سيجما كونسي الثالثه بالنسبه للقناه. بالنسبه للاعمال يمكن لهنا الاختلاف هو بالنسبه للاعمال، لانه مثلا يجيب حدايا جماعه بوليس مثلا كي يجيب حدايا ديما فما عدم رضا على المرتبه السادسه والخامسه معناتها. وكذلك حتى وسيم قالوا اذا كان معايا على قالوا جده قال لي نتصورها على الاقل بين ثلاثه مراتب الاولى. ومعناتها انت كيفاش تقراها هذا هذا بالنسبه لك انت قانون نلتزم به، نسبه الخطا نتاعو ضئيله. هذا بالنسبه لينا مؤامره، هناك حاجه تلعب تحت الطاوله. حتى كان فما حاجه تحت الطاوله معنا ليها حتى دليل، ما نجموش نلقيه بالتهم جزافا على الناس هكا بالطريقه هذه، لانه يعني ما تجمش تجي الواحد وتقول مؤامره وفما حاجات تحت الطاوله. خلينا نتفقوا ساعه بانه اليوم شكون قاعد يعمل في نسب المشاهده؟ سيجما وميديا سكان زوج شركات بزوج طرق مختلفه. واحد بالتليفون اللي هو سيجما كونسي يكلم تقريبا 580 احيانا 800 590 580 فما مره عمل 800 لا 580 590 واحد هو المعدل نتاعو. يكلم في الجمهوريه التونسيه الكل باش ياخذ مثلا يمشي المعهد على الاحصاء ياخذ قداش عندنا رجال قداش عندنا نساء، يقولوا مثلا 50.8 رجال نساء ما نصعبوهاش ما نصعبوهاش. هو يعمل ايشونتيون ريبريزونتاتيف باهي ليشونتيون نتاعو مثلا ولايه تطاوين باش تجي عندها 1% من السكان على 580 باش يكلم خمسه من الناس بركه في ولايه تطاوين فقط. الولايات اللي ما عندهمش عدد سكان كبير كلهم 1% باش يكلم فيهم خمسه، اللي عنده 0.9% 0.8% باش يكلم اربعه برك. من بعد ينجم يقول لك راهو في ولايه تطاوين ولاد مفيده الاول تزيد لك ملك الثاني الاخر الثالث الاخر الرابع الاخر الخامس الاخر السادس. هذه سيجما كونسي. ميديا سكان تخدم في الشارع وتخدم تونس وصفاقس وسوسة فقط، وتخدم على دي زونكتور يحوسوا في الشارع. ما عرفش كان عرضوا ممكن بعض المستمعين عرضوهم في الشارع يسألوا يحكي معاه فاش تفرجت. الآن هل التونسي اللي قاعد يجاوب قادر بأنه يجاوب على التليفون وإلا لونكتور فاش تفرج بربع ساعة بربع ساعة؟ لأنه الأوديونس راهي بربع ساعة بربع ساعة تتعطى. يقول لك احنا نسأله أربعة أسئلة بربع ساعة بربع ساعة يلزمه يطلع من 7:30 ل 8 غير ربع فاش تفرج، 8 غير ربع ل 8 فاش تفرج، من 8 ل 8 وربع فاش تفرج، 8 وربع فاش تفرج. سيجما كونسي يقول لك أنا في الرئاسية وما غلطتش. وما في الرئاسية. مرة برك جاب صحيح. ما غلطتش. مرة برك. مرة برك. ما تشفعلوش. أما 2011 تذكر الانتخابات الأولانية؟ تتذكر لكن المرة الأخيرة ما تشفعلوش. وعاد تاخذ الوحيدة اللي جابها صحيحة واللي سونداج دو سورتي معناها دي زورن راهم ساهلين ياسر ياسر. لأنهم يصيروا في صندوق يشبه الانتخابات بالضبط والشانتيون يكون كبير فالنتائج تكون صحيحه. نكونوا عمليين اليوم نقول عمليين فما الناس الكل تتشكل اليوم الناس الكل بوليس معز انت اليوم تقول في بلاصتها شنو اذا ماهيش السادسه او أنا الخامسه؟ انا العمل اللي نمر واحد بدون حتى نقاش وما نجم حتى واحد يناقش فيه هو ولاد مفيد. الثاني الباقي الثاني انا راضي وقابل بالنتائج نتاع سيجما والنتائج بتاع ميديا سكان. هل نسبتي العزيزه اهم لكن هل نسبتي العزيزه اليوم اهم من بوليس؟ ما نجمش نجاوبك. انا راي انا لونتوراج نتاعي العباد اللي نعرفهم العباد اللي نسالهم نكلموا بالتليفون نسالوا العباد نشوفوا لي كورسبوندون تاعنا نكلمهم في الجهات يقولوا لنا بوليس، لكن النتائج تعطي نسبتي العزيزه. لكن انا ما نجمش مادام في تونس ما عندناش ميديامتري مادام ما نعوضوش اللي يكلم بالتليفون واللي يخرج في الشارع بماكينه تبعث هي كل يوم ها وهذا هو اليوم شركات الاشهار تعتمد على النتائج هذه كيفنا احنا ما احنا بدنا نعتمدوا على النتائج هذه ما لانه شركات الاشهار بيدهم في حيره من امرهم اليوم شركات الاشهار مخليتك في راحه معز كقناه صرفت الحمد لله معناتها اليوم انت بالنسبه لرمضان هذا تقول انا اليوم تعب اللي تعبته اصبح معناتها لا انا نحب اصلا ما همش متعبيني بالعكس نحب نشكرهم
شركة معناتها اليوم الـ اليوم اليوم مصاريفك خالصة بالنسبة لرمضان. مازلنا مازلنا ناشئ مازلنا كملناش الحسبة. كي تشوف أنت لا ما ظاهرة معناتها إنه إنه إذا أعمال عندك أعمال شو يفيد المستمع هذا السؤال هذا؟ يفيد مهم يفيد إنه القناة هذه دخلت إشهار، القناة هذه قادرة إنها تواصل بالنسبة لأنه أنت قناة خاصة ما عندكش مش يخلصوا لك فاتورة الضوء معناتها أنت بالإشهار. وثم وتعرف الإشهار وقت إيش يجي؟ يجينا في شهر رمضان عندنا من بعد شهرين نتاع الصيف حتى شيء ما فيهم حتى شيء، باش تدخل سبتمبر عندك برمجه تستنى فيك باش تعبي بها. انت ماكش كيما قناه القاهره والناس تحل في رمضان وتسكر في رمضان، انت عندك برمجه كامله ما تنجم تخدمها البرمجه. شكون قال لك احنا ماناش القاهره والناس؟ بالكش تنوليك القاهره والناس تحلوا في رمضان وتسكروا في رمضان، علاش شنو المشكله؟ وردت الفكره هذه في دماغك؟ وفي وقت من الاوقات ولدت في دماغي، لكن مش هذا اللي باش نعملوه، مش هذا اللي باش نعملوه. باهي اليوم معناتها ماديا القناه الحمد لله متعافيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. باهي نجي بالنسبه للمسلسل، علاش ما عملتش مسلسل درامي؟ حبينا نكملوا في ليله الشك، هذا اللي حبينا اللي نعملوه. المشكله اللي انا نعرف انه الاجابه قالت لي كتبت سيناريو قالت لي اول حاجه ما كتبتش. اثنين احنا حابين نكملوا تجربه مع ماجي في مسلسل. ماجي كان عنده بوليس 30 حلقه وعنده بوليس الجزائر وعنده حاجه اخرى لاريا، وعنده لاريا اللي خليناها معنا كنا نعديوها في رمضان، عندنا ثلاث حلقات وبعد قلنا نخليوها نعديوها في البرمجه بعد كي نرجعوا لانها ما تجيش في رمضان، وما لقاتش حظها في زخم الانتاجات الكبيره هذه اللي قامت بها كل سبتمبر. ترجع لاريا ان شاء الله سبتمبر ولا اكتوبر. معدل الحلقه كل اسبوع، حلقه كل اسبوع كل اسبوع. به علاش المسلسل ما فماش؟ يعني قلت لك فسرت لك. به نجمش نشري مسلسل؟ فهم مسلسلات للبيع، الناس قاعده تحوس اليوم. ما قول لي ايش يقول لي المره الجايه رمضان الجاي؟ قول لي فلاش باك مثلا، فلاش باك انتاج 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 خاص و كانوا تفاهم مع الحوار التونسي، اختار قناه الحوار التونسي. ما جاكمش لانه عم ناوي مثلا حكايه تونسيه؟ قلت لانه عرض على القناه. لا 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 ما يعرض علي، لم يعرض علي فلاش باك. لو عرض علي كنت اخذه؟ كنت ناخذه. باهي لقيت التيزر نتاعو كنت ناخذه. به بالنسبه للمسلسل ما فماش. يجي يقول لك اليوم بالنسبه للبرمجه الشتويه القادمه كقناه التاسعه، اليوم البرمجه هذه بينك انت قدش راضي على البرمجه السابقه ساعة. نسبه رضاك كمدير قناه؟ ما نجمش نعطيك نسبه، ما نجمش نعطيك نسبه. راكي تتنهد معز، ما نجمش نعطيك نسبه. نسمعها في الكاسك هنا. ما نجمش نحاول تهنيتك الرقم هذا نقولوا في اجتماع مغلق مع الناس اللي تخدم نخدموا معاهم، نقولوا معاهم في جلسات خاصه، لكن ما نجمش نجي قدام الناس ونقول نسبه الرضا نتاعي. اليس التقييم الذاتي زاد اهم حاجه؟ قمنا به التقييم الذاتي، والاكيد انه البرنامج اللي معاش باش تراوه يا عام الجاي اللي هو برنامج ما نالش الرضا. اليوم نجمو نعرفوا شنو البرنامج اللي معاش تراوه عام الجاي؟ فما برامج معاش تراوه. نجمو نعرفوا اساميهم؟ لا ما نجموش، مازال ما نجموش لانه عمليه التقييم مازالت متواصله. به البرامج او المنشطين؟ فما برامج فما منشطين. من خذل القناة أو خذل المعز بن غربية؟ لأنه أنت كنت مرهن على الأسماء كذلك. ما نجاوبكش ما نجمش يدي نستخدم معايا. أنا مش كيما برشا ممثلين يخدموا في عمل وبعد يطلع يسب العمل اللي كان يخدم فيه ويقول والله مش معقول، والله السيناريو ضعيف وما عجبنيش المسلسل وما كانيش مثلت فيه. وما إذا كان المثل يقول يا خبر بفلوس بكرة بلاش، احنا غدا كي باش نحلوا القناة في شهر سبتمبر باش نعرفوا الإجابة. ما دام التقييم زي عملية التقييم زالت متواصلة، ما دام ما نجمش نقول لك ما نجمش نجاوبك. البرامج الشتوية ملامحها الكبرى حاضرة؟ ما زالت قلت لك التقييم ما زال، والبرامج الشتوية فيها بعض الأشياء اللي نجم نقول لك عليهم تو، اللي مثلا أنا باش نرجع. مؤكد إن شاء الله. برنامج سياسي؟ يجب يكون أكثر من برنامج سياسي. برنامج رياضي مثلا؟ حنينك للرياضة أكثر من حنينك للسياسة؟ لا للزوز. برنامج رياضي، إذا نقول برنامج رياضي لهنا باش نقول لا مجال لإسم معناتها رفيق وشنيق. ما عادش بالكش نزيدوا برنامج آخر برشا على القناة. مش برشا على القناة، برشا على تشتري حقوق غالية تنجم تعمل برشا برامج رياضية. تناول احنا ما سايبوش ولادنا، لازم نلقاو الصيغة اللي لازم يكون فيها التعامل بطريقة انه يكون حاضر في البرنامج أي واحد فيهم، معناها من الناس اللي مش بتلقى روحها عام جاي. برنامج سياسي في شكل التاسعة مساء اللي قدمته يشبه بالطبيعة يشبه التاسعة مساء. لما اليوم تعمل برامجك هذوما عينيك على شفما في الحوار وشفما في نسمة وشفما في الوطنية؟ يلزم
يلزم يلزم بالطبيعه بالطبيعه اخي. ما تنجمش تعمل برمجه، ما تنجمش تعمل انجريد بروغراماسيون من غير ما تغزر القنوات الاخرى شنو عندها وشنو عندها شنو تبث نهار الاثنين ونهار الثلاثه ونهار الاربعاء ونهار الاحد ونهار السبت. سيعود معز بن غربيه للمشاهدين نتاعو بنفس الروح بنفس اللمعه اللي كانت موجوده عنده قبل؟ بنفس الروح وبنفس اللمعه. انا اعتقد بان بنفس الروح بعد المشاهدين هم اللي بيشحكوا. معز كيفاش مصدوم ساند؟ مش مصدوم. خايف؟ مش خايف. أه؟ مش خايف. وانا مش مصدوم وانا خايف. علاش خايف؟ انا وين نعرف عليك مخيف عاوز الحنين انت زاد كمان الحنين للرياضه الحنين اللي عندك انت زاد مخيف. أه؟ مخيف عاوتك شنو خايف؟ لحظه خلينا ننطلق من هل تحس انه عاوتك مخيفه؟ تخوف تبيع عاوتي. شكون تخوف؟ تخوف برشا ناس. منهم انت؟ زملاء. منهم انت؟ انا قلت لك ما تنافسنيش معز. لا موقع موقع الانتماء نتاعك. ملعبي وملعبك. ملعبي وملعبك بعاد على بعض. الانتماء الانتماء نتاعك الانتماء نتاعك جمعيتك في إطار جمعيتك دافع عليها في اطار المنافسه. اي جمعيتك دافع عليها. لا بالعكس شوف والله لا فما خير من المنافسه. انا الحاجه البائن انه شوف كيفاش ولينا في رمضان. شوف انت توا اليوم عندك برنامج العشره نتاع الليل العشره نص الليل قديش من انت لك حاير في شكون باش تعيط لانفيتي. عندك حنا بعل، عندك نسمه، عندك الوطنيه الاولى، عندك الوطنيه الثانيه، عندك التاسعه، عندك فما قنوات اخرين عندهم انتاجات. تخيل كان زينا مازلنا عندنا تلفزه برك مي معز. خلينا مسلسل برك. خلينا نتكلم بصراحه به ياسر. اليوم اليوم الناس اللي تقدم ماده اعلاميه معناتها بالاساس كماده اعلاميه متنوعه على سبع ايام هما زوز قنوات، قناه الحوار التونسي وقناه التاسعه. عليه شبيه نسمه؟ قناة نسمة معناتها السهرة نتاعها مبنية على مسلسل مستورد ومبنية كذلك على برامج وأفلام. عندهم برامج يومية. عندكم عندهم عندهم ناس نسمة فقط كل يوم. فقط ايه عندهم ناس نسمة كل يوم تنتج. اليوم نحكي اليوم كإنتاج إنتاج برنامج واحد، أما نحكي على شبكة كاملة محترفة كاملة. ونتفقوا مع بعضنا أنه قناة نسمة ماهيش معاملة على إنتاج برامج بقدر ما هي معاملة على شراء مسلسلات جاهزة وبثها. وهذا وتعرف الخيار وتعرف هذيل الخيار هذايا مربح ومربح. وانت تحكي على الامور الماديه ونعرف مليحه كلفه اي برنامج معناها قداش يكلف مع عدم ضمان نجاح مع عدم بينما حلقه من حريم السلطان حلقه من حريم السلطان متاكد منها انها ناجحه. لا مش حلقه انت تلقى عندك 100 حلقه و150 حلقه في المقابل تعمل دي برودكسيون كل يوم. ها تخيل انت قناه الحوار التونسي دي برودكسيون كل يوم يوميا كل يوم برامج رياضة سياسة اجتماع كما اللي عملنا احنا سنة ما نلقاوش احنا نلقاو روحنا بعاد ياسر. وهو وصلت لقناة الحوار توستقى روحها الثالثة في نسب في 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 نسب المشاهد. نرجع اليوم المتفرج اليوم المتفرج يحب المسلسل. نرجع اليوم اليوم زوز قنوات تاسعة والحوار التونسي بالاساس نرجع نتفق على اليوم المنافسة هذه كيفاش انت بالنسبة لك انت تحب تردها ايجابية منافسة ايجابية ماهيش منافسة سلبية لأنه عند الناس وكأنه فما حرب تحت الطاولة كأنه حتى حرب معناتها بالنسبة لك أنت كمعز بن غربية كيفاش المنافسة هذه إيجابية؟ أنا من أنا كيفاش تردها إيجابية؟ أنا أول حاجة ساعة قناة التاسعة خنحطها في الحجم نتاعها ما تعطيناش حجم أكبر من نستحقوه. يعيشك سي الهادي أنا بالنسبة لي أنا معز احنا مازلنا قناة استنى خلينا نحكي على توا معز لحظة احنا قناة عمرنا عام مازلنا خطواتنا الأولانية مازلنا ما لقيناش لي روبير نتاعنا في البروغراماسيون نتاعنا. مازلت عندنا العديد من النقائص. مازلت عندنا ايامات فارغه في الجري. عندنا ايامات ما عندنا حتى شيء فيهم في 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 الموسم الفارط. ما تنجمش تقارن قناه التاسعه قناه انستالي كيما الحوار التونسي عندها نجوم تعج بالنجوم التقديم التلفزي والانتاج التلفزي. خلينا نكمل لك حتى التاسعة. انستالي قلت انستالي انستالي قناه انستالي اليوم اليوم ولينا انستالي اليوم انستالي توا التحدي باش يكون بانه نقدموا ماده احنا انا لو كان يخيروني بان نكون الاول او الافضل نختار باني نكون الافضل باش نحاولوا نكونوا الافضل. هل قناه الحوار التونسي هل قناه الحوار التونسي هي الاولى نتفقوا هل هي الافضل؟ لا هي مش الاولى التو في رمضان تو في رمضان في رمضان احكي على رمضان الاولى في رمضان هل هي الافضل؟ ليست الافضل. من هي افضل قناه؟ ما نجمش نجاوبك ما نحبش نجاوبك. اما علاش جاوبت علاش جاوبت ليست الافضل لانه فما كان ولاد مفيده العمل اللي نراه انا معناه نراه انا اللي الاولاني بعيد بعيد ياسر على بقيه الاعمال في نسب المشاهده بالطبيعه. انا نحكي على الافضل الكل تاخذ جري كامله دو بروغراماسيون من القناه الافضل بالنسبه لك انت اليوم كي تحط لي جري انا ما نجمش بتكون بخلاف قناه التاسعه افضل بالنسبه عندي. أي. هي الافضل عندي عندي جواب عندي انا
مش معناها عند الناس. فما فرق كبير ياسر بين عندي انا وعند العباد. قداش تمثل انت من الناس؟ انا مانيش موضوعي، ما نجمش نكون موضوعي. باه عودتك للمشاهدين شهدت فيها العودة للمشاهدين، تقول رونالدو معنا طبعا راجع يكور طبعا. هاي هاي طبعا. مزلت مصر انك خايف، مزلت مصر بانك الوحيد اللي مش عاجبته راجع. والله لا والله انتظر هذه العودة بفارغ صبر. باه نعرف نعرف شخصيا معنا. نعرف هذه نعرف نعرف. اليوم باش نرجع لأزمة صارت، الأزمة القديمة اللي صارت واللي معز بن غربية الاسم متاعه تحط على المحك لما كنت تنشط قبل. معز بن غربية اسم لامع لا يشك أحد في حرفيته، لا يشك أحد في نجاحه وتمكنه المدى المقدمة. صارت أزمة، التصريحات اللي صارت مقبل وكبرت الحكاية ثم رجعت لتونس إلى غير ذلك. اليوم الاسم زعمة مازال محافظ على اللمعة متاعه، على اللقة متاعه، على التوهج متاعه لقبل. ما نعرفش، أما وقت اللي عملنا ليزيتود مرة أخرى نرجع ونقول رانا نعملوا ديزيتود، نقولوا من بين الأسئلة اللي سألناهم للناس في أنكيت عملناها، شكون تحبوا تتفرجوا فيه ما عداش برشا هذه شهرين التالي ولا ثلاث شهور التالي، شكون الناس اللي تحبوا تتفرجوا فيهم في قناة التاسعة؟ يجي علي الشابي نمر واحد، وبعد نمر اثنين معز بن غربية، معناها فما مازلت فما انتظارات. من بعد استقدام على الشابي للقناة وارد. والله عرضني مرة قلت له تحبش تزيد لعندي من نقول لك ليه الحاجة أخرى علاش عندي ما نقول لك ما عليه مقدم من نحبه ياسر و... نرجع بعد عندي ما نقول لك نرجع الموضوع على أكل الفترة هذيك معز اللي رفضت فيها التصريحات واللي اسمك تمس برشا، معناتها بصراحة معناتها نحكي بصراحة نعرف اللي أنت معناتها حتى مشكلة أنا معناتها اسمك تمس برشا، والبعض اتهمك معناتها بعدم المصداقية، والبعض اتهمك بعدم الحياد، والبعض اتهمك بأنك مؤامرة وكل شيء. اليوم هذومك الفترة هذيك أنت بالضبط بينك حتى وبين المسؤولين في اللي تنجم يجيبهم للبلاتو إلى غير ذلك، شو اللي باش يضمن أنهم أنه قد واحد ساعات يزلق لك كلمة أحيانا من لا لا ما تقلقش ما تقلقنيش أنا ما يقلقنيش أنا شوية قاري نحب الحروبات نحب الحروبات وتعرف مليح وتعرف هذا مليح وأنت كنت حاضر معي في العديد من النسبات في التاسعة مساء وشفت ما عندي حتى إشكال حش في روحي حاضر بدنيا صحيا نفسيا نعرف ليش متلمح باش نرجع نقدم في الموسم القادم أكثر من برنامج قد تكون ثلاثة مرات في الجمعة ثلاثة مرات في الجمعة يعني مرتي برنامج سياسي ومرة برنامج رياضي هكا عرفت معناتها حسابي صحيح حسابك صحيح اليوم انك ترجع يزيك من السكوب عادة توا خليني كل انا راك من عام العام انا راك من عام العام الحاجة المهمة اليوم انه لما ترجع في زوج برامج سياسية اليوم حسب الاحصائيات كذلك يقولوا انه البرامج السياسية في تونس ليست الافضل الناس فدت من السياسة بالك خاطر ما عادش التاسعة مساء هاو عندي حاجة أخرى انطلق منها انطلق منها يعني ما تراش حتى إنسان ناجح في تقديم البرامج السياسية ما قلت إلا معز بن غربية أنا قلت هكا تو وهذه هي تفسير لا 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 هذه تأويل اسمه تحب تمشيه أنت فين تحب فين مخك واصلك ما يمشي كان هكاكا أنت خلي الناس تنتربريتي علاش تحب أنت تنتربريتي بلاصتهم خلي الناس كل واحد يعمل الانتربريتاسيون تاعو في شكون تشيخ وأنت تتفرج عليه في البرامج السياسية في حتى حد هاو عندي الإجابة هاو عندك الإجابة هاو عندك الإجابة باهي تشيخ كي تتفرج في روحك في البرامج السياسية ما نتفرجش في روحي نخدم مباشر أنا ما نتفرجش في روحي في التسجيل في الإعادة لا ما نعاودش ما نتفرجش فيها علاش حتى ما نعاودش نتفرج فيها نعاود نحكي عليها للميسيون دي ما تعجبنيش وانت تعرف مليح أنه كل نهاية حصة متاع التاسعة مساء وإلا برنامج رياضي ولا أي تحب اجتماع من غدوة فيه لوردر دي جور تعرف شنو ولا لا انه ليميسيون تاع البارح كانت فاشله كيفاش نحسنوها نحسنوا ليميسيون اللي بعدها وكيفاش نحسنوا ليميسيون اللي بعدها كيفاش نحسنوا ليميسيون اللي بعدها شكون باش يكون ذراعك الايمن وذراعك الايسر في البرنامج السياسي كبرت القناه دونك مازلنا ما نعرفوش لما نجيوش نعطيك اسماء كبرت من الاسماء الموجوده او تنوي استقطاب كذلك مجموعه من المحللين اللي انت ماذا بك عينك عليهم انت استقطبنا برهام سايس رسمي رسميا التحق بقناة التاسعة سمعنا أنه برهان ومعز قد يكونوا تنشيط ثنائي هل تقبل بالتنشيط الثنائي؟ ما هوش تنشيط ثنائي برهان يكون كرونيكور معي رسمي رسمي عندنا موافقة متاع برهان و... عنده عقد برهان عنده عقد موافقة مع برهان
ما نتصورش ان برهان باش يكون حاضر في اليومين مع برهان سيكون. مازلنا هذا ما تحبش نعطيك الكونديكتور فرد مره تاخذ تو من والله كان لو كان عندي الفرصه باش ناخذ راهو هذا اللي هذا الكل لمصلحه اللي يسمع فينا. نعرف مازالت قلت لك هذا الكل قاعد يتحكي فيه هالايامات معناها يجم يكونوا بلاصه ثلاثه برامج زوز برك يجم يكون بلاصه زوز واحد مازلنا نحكيه. فما ناس طالبه بانه تصير عوده للانتين. فما ناس من الداخل من المساهمين في راس المال من شركه الاشهار من الناس هذوما انه معز بغربي يرجع للانتين. الخط التحريري لبرامجك السياسيه كما كان قبل كانه مرفق عام دائما محاول ان يكون كل الاراء موجوده على البلاتو بنفس الجراه بنفس ما يعتبروه معارضوك. انت ظهرت لك انا هو بيدو عم ناول انا هو بيدو اللي هجي معك يحكي معك ما تبدلتش هكا علاش تحبني نتبدل ملف البلاتو ما تبدلتش لحد الان ما تبدلتش مانيش باش نتبدل عندك اليوم قد تكون للقناه لديها مصالح سياسيه معينه مع طرف ما عندها حتى مصالح سياسيه القناه ما حتى طرف مصالح اقتصاديه حتى مصالح لا اقتصاديه ولا سياسيه ما حتى طرف هل يتدخل انت رأس عارفك المال؟ عارف كما مليح شنو تلمح كان معنا احد نواب المجلس التاسيسي في تاسيس القناه ثم لما قدمنا الملف نتاعنا للايكا طلبنا منه وقت لايكا طلبت وقت كان معنا لكنه اختار انه يمشي يعمل السياسه ما كانش يعمل في السياسه قبل فطلبنا منه بانه يخرج من راس المال القناه لانه القناه واللايكا تمنع منعا باتا انه يكون في راس المال اطراف سياسيه قد يوجد اشخاص اشباح ما عندناش اشباح في قناه التاسعه والا ما كناش خذينا الرخصه من لايكا مش خذينا الرخصه فقط احنا من التلفزيات القلائل اللي ماخذين الرخصه وعنا ومصحين الاتفاقيه مع لايكا تعرف انه فما كان زوج تلفز بركه مصحين في هذه بقيه التلفزيات لليوم الرخصه نتاعهم غير مش نقولش قانونيه غير مكتمله برنامج المنوعات في القناه يلام على قناه التاسعه اهمالها للمنوعات وخاصه للفنانين في اطار اغاني الى والله كنت تحب تجي تخدم معنا صدقني نعمل لك منوعه خشينا ياسر هادي لا اصلح خير من لا والله تصلح لا والله. اصلح كان جيت تخدم معنا لو جيت نصلح معنا نعمل لو برنامج تعمل برنامج لو جيت نصلح فني يكون خشينا ياسر لو جيت نصلح راني جيت دقدقت الباب حاجه اخرى فيما يتعلق زاد كيف بالاخبار الاخبار مكي هلال سيحافظ على اخباره مكي هلال سيحافظ على اخباره بالطبيعه اليوم معناتها معز اذا اليوم باش تعمل التقييم الكل ما قدمته بنعرف انه عشت لحظات نشوه مع القناه وعشت لحظات احيانا فيها انكسار وعشت لحظات احيانا وانت فرحان مع جماعتك وعشت لحظات وانت مغشش وعشت لحظات وانت في السماء وعند لحظات اقل اليوم اذا باش تلخص التجربه هذه الكل قناه التاسعه تقول معز ماشي في الثنيه الصحيحه ك معناتها مدير قناه كان توا باش نبداو توا باش نبداو نمشيو احنا مازلنا ما بديناش نمشيو في الثنيه توا لا شين نتاعنا ولات انستالي لا فريكونس نتاعنا انستالي بارتو نورمالمون حسب ما فهمناه من حساب المشاهد اذا كان خلطنا 3 ملايين متفرج معناها بانه الناس عندها التاسعه في ديارها توا باش نبداو نشدوا الثنيه نتاعنا بعد عام ان شاء الله رمضان الجاي نرجع هذاك نعملوا تقييم من جديد ونشوفوا وعد وعد ما تعرف عندي انا ديما ضعيف قدامك يا هادي كل ما تستدعان لازم نجيك مرحبا بك بكل حب نتمنى لك قناه التاسعه مزيد النجاح والتوفيق شكرا لك وشكرا لكل زملائنا اللي قاعدين ينشطوا في قناه التاسعه